بعدها اخلص واشتراح ليه؟ الكمين ما ارتبتش. معلش راكي عيانه وكده؟ العيا تعبت وشنو هاكي مليوف؟ بنادم ديما فكرو مشغول، يا دار دار تعجبنا يا دار جايه للملاح والتخمام يكفل. اول غير ما تخميش، الدار جديده واسعه وضامنه. اشنو اذا قلت لي نهار اليوم صعيب على خاطر رمضان؟ في هذه عندي فتحه. رمضان ماشي هو اللي محيرني، في الصيف ولا في الشتا ربي ديما يعطينا القوه باش نصوموا. اوا انا نقول لك صح، نحس له بالكثير بالخصوص في هذه الايام اليومين، يعذبني بزاف. الله يقدرنا ان شاء الله. قول لي طلعتوا كامل القشر الثاني ولا مازال شويه؟ تقريبا كملوا. قولي لي مرات. مازال ما نوضتهاش. لو كان غير تنوضيها. هكذا انا نكمل هذا الشيء اللي بقى ومن بعد نخرج. صح تروح نوض. للحنيفة للحنيفة نوضي للحنيفة. واش كاين؟ راني فاطمة حسبتيني مت؟ راكي فاطمة خليتيني نذبح. وعلاش؟ هذه هي المرة اللي ذبحتي فيها، نسيتي عوايدك. هيا واش تحبي؟ هذاك هو الوقت. لا لا راهي قريب الستة وعلى بالك باللي اليوم نرحلو، هذاك هو باش توجدي روحك وتسبقي في الكاميو كيما قلت لك. نعم قوليها وعاوديها، نسبق نمشي ماشي غير في الكاميو، غير باش ما نجيش معك، غير ما تخافيش. اسمعي ما دينيش راني ما تبعتش. اوه للحنيفه ياك رانا صايمين اليوم رمضان. مازال الليل وراكي غلطه في الساعه، وما كانش اللي ما غلطش غير ربي سبحانه. ما ديني نشرب. انا ما نعطيكش، ما نحملش ذنوب. كنت عارفتها انت لو كانت تبيني اللقب ما تعطينيش بقرانا. اوه لا لا انا مولفه نعز عليك الماء، راني نقول لك باللي اليوم رانا صايمين ولا واشنو هبلتي؟ دوك راني مهبوله ياك. يا هكذاك زيدي صوغي وعيطي باش تنوضي الجيران ودوني لدار النخل وتريحي مني. اي لا لا هذا الكلام كله باطل. يا يبقى هذا الكلام كله باطل، يا عندك الحق، خاطر النار اللي راهي فيا ما راهيش فيك. البارح عشيتيني الحوت باش نقبض، يعني سكاره باش نصبح ميته بالعطش. ياك تحبي الحوت. وكيف قلت اعطيني شويه نتاع النصف في سبب رمضان؟ صح ما تخافيش. هذا الشيء كل شيء راني ماركياتولك، راني مجردات وباك تقولي نسايا. وشنو؟ منك بالصح. اسمعي اسمعي، ماشي الماء اللي خلصنا. والبارح يا لاله ما كانش غير الحوت، نسيتي البكبوكه والمحاجب ودخلتي على الحوت. كل 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 حتى كملتي باش برد قلبك. سي بعطشي. وشنو؟ غادك دوك الحويدات اللي كليتهم. ما رانيش نحاسب فيك يا لاله، وبعدها تكذبي وانت في عمرك 80 سنه. يا طفله عندك 4 سنين من اللي دخلتي عروسه وانا اقول لك في عمري 76 سنه. واش لو حبيتي تعجوزيني بالسيف؟ هاد الشيء كامل كي جيت نوضك. لا لا هاد الشيء كامل على شويه تعلم اللي حرمتيني منه. صار حبيتي لي ما صح دوك نجيب لك بصح تشربي قدامي. واشنو؟ لا هذا وصلتي لي تكريمي رمضان. عندي ساعه وانا نقول لك اعطيني شرب ما حبيتيش. هوضه تحبي نجيب لك شويه نتاع الماء تشربي قدامي. هيا نوضي نوضي خملقشك وخليني نوضي. صباح الخير يما. صح سيام. صباح الخير وليدي الله يسلمك. يما واش داير روحك باش تروحي مع راجلي؟ هكذا تردي بالك على العطش. ما عليه روح نغسل وجهي وراني واجد. هاي فرات شاحنه راهي معبيه، مازال غير تشي مندو مع نفسي. يعطيكم الصحه. شوف صبات يما في الكاميون وانا نضرب في البيت ونلحقك. عندك الحق، نخلوها نظيفه خير. يما ديري حالك ولحقيني يعني خارج. ما عليه راني لحقك. شد قفتك يما واكل مفتح، بصح ردي بالك عليهم. ما تخافش نعلقهم في رقبتي، اما لا نسبق ما تلحقوا من بعد. احنا من بعد نجي. واه هيا يا طلعي. بسم الله يا سلطان يا ربي وسطك. بشويه راني بشويه على بعدك. ابقى على خير يا وليدي. بسلامه يا اخي. راكي مليحه؟ راني مليحة. تقدر تسأل عليه الخدامين يا اخي ركبوا. نتكل عليك عليه. ها كون مهني وتكل على ربي. هاي الله يسهل. Thank you.
يا ربي وستر يا ستار. بالعقل يا وليدي قريب قصة المرأة. قلت لك ما تخافيش. يا ربي وستر يا ربي وتكلنا عليك يا ربي وشدها فيك. شوف شوف قريب قص داك الشيخ بشوية يا وليدي العقل تبدل لك الشطح في السيارة. ما رانيش نجري يا يما، وإذا ما حملتيش غمضي عينيك. واش تحبي نقولك؟ وشنو؟ مغمض عينيا؟ دبر على روحك. حبيت تعميني باش نروح من الظلام للظلام، وراش ما تغمرش انت عينيك. خلينا نخدموا على شرنا يرحم والديك. مع الصباح ورمضان بنادم صايم تزيد يديرو انت. ايوا شنو؟ كي حبيت تعملو وتحبني نسكت؟ إلا راك صايم ماركش صايم عليا، فهمت؟ أي 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 بشوية بشوية. شوف شوف دوك الدراري قدام قتلتهم. الطريق من هنا طايح مني. واش بيه؟ من هنا ممنوع. غتوري ليش انت؟ كيفاش هذا؟ قول جابت الخبار غتقولي ممنوع. والآخر ما تسكتيش دوك. ساعدناك بزاف. نشافك كبيرة وصامتة. كبر طيحانك. واش عندك تخوفني؟ ها؟ لو كان عطا ربي راني في عاود يماك. بسم الله الرحمن الرحيم. وحنا واش قلنا يا امرأة؟ طلبنا منك تسكتي هذا مكان. يا ربي واش من بلية طيح عليا مع الصبح. الله يجعل الخير. ايه؟ تحب تبعتني للخبر ونسكت. واش كيما تحبي. عندك الزهر اللي جيتي يما تصاحبي، ما والله ما تزيدي دقيقة معايا هنا في الكلمة. شوف. وداك الجيل تاع هذا الوقت ما عندهمش القلب. يحب يرميني في خلع ربي ويروح ويخليني. يمكن عليك ربي يا وليدي، ولو كان موت عني ما يسمح لك. سمعت؟ يا ربي لا اله الا الله. اسمع يا وليدي، راني بديت نتغاشى، راني بديت ندوخ. راك سمع فيا؟ لا اله الا الله. اوف يا ربي يا رجل راني خايفه. لا اله الا الله. انصرعي هكذاك خير، تهنيا منك. لا اله الا الله. يا ربي ديك المحنه. يا ربي واش تسالينا يا مرا، واش تسالينا في نهار اليوم يا لطيف. علاش سويتي لي سيارة؟ علاش هكذاك؟ علاش ما تقيتيش من برا؟ قولي. شوف ديك الزكارة، شوف ديك الزكارة. أنا ربحك يا وليدي، عمري ما صار كيما هي. وشنو؟ هاد الشي كامل وما زلتي تنبحي؟ شوفي واش عملتي. 7 أيام ما كنا بديها رد فوقتيها في الكاميون. البحر كله ما نش عارف إلا راح يندفن. يا ربي صح صح. انت اول مكحوس مني قلعنا، وانا نقول لك بشويه بلا قل. وانت حبيت تطير، حبيت تفرفر، والان طير. اذا حبيت تطير قتلتني. واش الثاني؟ راني نموت. صح يا ربي صح. قطع حوايجك واخبط راسك للحيط يا علي. صح صح. الحق نظر واش تهمني ولد فريسه كيما هادي معاها؟ لو كان تنوضو كيتهموني بالجريمه وهي راهي صعبة. يعطيك وخلا يا وليدي، لا راني عارفه روحي لا راني في الدنيا ولا في الاخره. علاش؟ كاش وخده اكثر من هادي؟ صحة. اشنو نستاهل؟ انا اللي رفدت فريسه كيما انتي معايا. ياه صار انا فريسه؟ لا يوصلك الى تمثلني الفريسه. انا كنت البائعه كمان، قعد ما تكلم معاهم، كنت الشوفه ما نشوفش فيهم. اشنو الوقت اللي مكحوس؟ الحمد لله اللي وصلنا. وصلنا الحمد لله. يا حطي معلوم نهبط.
ان شاء الله. عند بكرة حنقعد في هذا النعش ديالك. ايوا خذ كيما عطيته. واش صار بكم؟ بقينا قول الحمد لله كي وصلنا يا وليدي. شوف شوف ديك الحاله اللي راه فيها يمك. شوف راك تشوف وعلان. واش صار غير الخير؟ واش صار؟ راك تشوف الكاميو كاش راه؟ واش يما وكان دختي؟ وعلاه تعرفني انا مال فندوخ منو هو؟ عيت فيه عيت نبه فيه بالعقل يا بيبي بشويه. هو حب يطير كي الجن ما جاب لي كامل الخبر. عمري عمري ما بديت نضن كيما اليوم. عمري ما عندنا حاجه. اعطيني القط اعطيني كي راكي هنا يا يما. الدنيا وما فيها الدنيا وما فيها. انت اجي تريحي اجي هديت انت ومرتك في الطوموبيل ولا تبعت لي مع القش. وربيعه وين راح؟ رايح سقيفه تتكلم. يعيشك وليد ما تقولهاش على شي اللي وقع بيا. يحمر وجهك يا ابو علا خافت تشفى فيا. غير تهنى يا يما ما نقولهاش. اروح اروح اسبق راني لحقات حتى نتوقع علاش قطيته. وتقولي لي علاش قطينا؟ اتكلمي مع السايق ملي قلعنا وانا نقول له خف روحك شويه اجري دير كيما قراينك اللي جاز عينك البرا وهو باقي يحز لك الفكرون. نزيك الحق تو بخير. اش بك تضحك بوالا؟ والو تفكرت اسم البواب. بعد فكرتوني لازم نعلموه. نعلموه شد يا قطيم. بلا قليلة وشمعهم تفهم ضرب الناس. إذا ما كانت تضغر لي احنا علاش؟ احنا هم الكرايا جديد ديال الطابق الخامس. واش قلت؟ ثم اللي كريتو في الطبقة الخامسة؟ نعم باش يكون على بالك يطلعوا القش هذا مكان. ظل إذا حبيت تريح غير روح. لكن ما عندكمش الزهر غير البارح راهم جاو قطعوا لنا الضوء نتاع لاسونسور نتاع الدرج والدوباكم دعوة راهي مظلمة. وعلاش قطعوا؟ الجيران ما حبوش يخلصوا. البعض منهم قالك حنا تسكنوا غير في الطبقة الأولى والآخرين قالك حنا رحنا ندخلوا بكري ما نحتاجوش الضوء نتاع الدرج. هكذا قعدت كيما الما عندو ثلاث ايام اللي راهم غالقينو. يا خي وجه الشر يا خي يا خي خبر جبتهم لنا مع الصباح. لا لا يربحك. وشنو هذه راهي عليا؟ لا لا ما راهيش عليك. اسقتي انت يما بنتي. معلوم نهبل كنا في الجماعة جبتنا للظلمة والعطش. ولكن كنا في الضيقة يما. وهذا الدار واسعة ضاوية وجديدة. إذا تحبوا تخلصوا بكري يلا عندكم خمسة تاع الطبقات غير بداو تطلعوا القش. يطلع الموت في صدرك من غير الاخبار الدنيه والتضمارات اللي ما يسمعوش. ماشي كتجي لي البلا كاش ما شفت فيك ولا هضرت معاك. ما تاخذش عليها يا حمادك مره كبيره. يما واش دخلك في هذا الشيء؟ اطلعي مع ربيعه بالعقل اطلعي. اجيني يا بلا ولا نجيك. كنت قاعد راقد لاباس بيا حتى جاو ينوضوني باش يسبعوني سب. وعلاش يا خوتي وعلاش واش تسالوني؟ سامحنا يا خويا قلتك ما تاخذش عليها خفيفه شويه بصح قلبها مليح. توالم قلبها مليح لكن لسانها راج. معلوم لساني راج قولها وعاودها ونسقيك دائما منو حتطلع منك الروح. هيا لا حنيفه نبدا نطلعوا. يا حفيد يا سطاط هذه المره رايحه تسكن هنا معانا وقيل ندخل خير اخوتي. لا لا غير فين غادي تعمل هكذا غير ما تخافش. عطيني افتح الدار يما نسبق نفتح الباب. انتم روحوا غير بشويه. نفتح الخزانه نعطيه لك. خلي عندك ما يسحقوش. هيا بشويه. يا يما على ديك الظلمه هذا عاش من زفير. ربيعه وين راكي؟ راني في دار قدامك. وانت كاش ما راكي تشوفي؟ والو راني كيما انت اسمي شدي هاك الطبوس. بلا. لا 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 ل